وصلني هذا السؤال على الدايركت وحبيت أجاوبه بفيديو علشان الكل يستفيد. كيف ممكن الواحد يجمع ما بين التغذية الحلسية والحياة الصحية، خصوصاً أغلب المنتجات مصنعة ومشبعة بالسكر والدهون؟ مبين من السؤال أن في أكثر من افتراض خاطئ، وعادي هذا الشيء دارج. أولاً، هو هناك الافتراض أن التغذية الحلسية يعني تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة. ثاني افتراض أن إذا الواحد تناول هذه الأطعمة معناته أنه غير صحي. وثالث افتراض أن الصحة فقط تساوي الأكل. جوابي للسؤال راح يكون عن طريق تصحيح هذه الافتراضات الخاطئة. أولاً، صح، مع التغذية الحلسية كل الأطعمة مسموحة، لأن إذا تم منع طعام معين تزيد الرغبة فيه ويصعب تناوله بطريقة متزنة. ولكن بنفس الوقت هناك اتصال مع مشاعر الجسد، وتجنب أي طعام ممكن يؤدي الجسم من ناحية الطاقة أو الجهاز الهضمي. اللي يصير إن اللي يأكل بطريقة حدسية، خصوصاً مع الممارسة ومع الوقت، يكون جداً أكله متوازن ومتنوع فيكون صحي. ثانياً، معظم اللي يأكلون بطريقة حدسية تكون هذه الأطعمة المصنعة جزء بسيط من أكلهم، نسبياً ولا حتى 20%. وربنا خلقنا مع الأعضاء والمواد نفس الكلى والكبد والهرمونات والأنزيمات اللي تساعدنا نتخلص من أي شيء ما يحتاجه الجسم. زائد، خلوا في بالكم أن هذه الأطعمة اللي تحتوي على الدهون والسكريات ما تكون كلها سكر أو دهون. يعني مثلاً إذا أكلت آيس كريم، في أيضاً ألبان، أحياناً حتى يكون في بيض. إذا أكلت مثلاً سمبوسة، أنت مو بس قاعد تاكل دهن، في خضار، في أجبان، مرات يكون في لحوم مع الكربوهيدرات، فهو مو أكل فاضي أو مؤذي للجسم نفس ما الواحد يتخيل. وثالثاً، الصحة ليست فقط الأكل، الأكل مهم، ولكن أيضاً الصحة النفسية والحركة والنوم والبيئة الاجتماعية والرعاية الصحية. إذا الواحد يتجنب كل هذه الأطعمة المصنعة ولكن تعبان نفسياً أو ما ينام زين أو ما يشارك وجبات لذيذة مع اللي يحبهم لأنه خايف منها، شلون راح تكون صحته؟ كتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وأيضاً ذكروا شنو الأكل اللي يعتبر مصنع ولا غير صحي وتاكلونه بكل استمتاع، وهمان راح أكتب لكم.